أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوب تاي مع السند كسودة وهذا ورك هبين ما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنوغو عصوب تاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود داو ورر كيوغو دنبي يوا هبين ما أربع سوق ليس قد بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي يحي اللي بانك بدن سقاشاني شنقفو دايا الشري اسلامر كاسين ور حساسي سو ساري وحي شيغي بريد إن يهوب كودة لقالي دونان قولها الشعب كما داما لرجين ايو إن بريد او مدو كرر سيدون ايو الرئيس الوزارة روبلي سيدو كالفرماجان ايو لربان إنو مدو لوغو درو حي اللي بانا دي ماان تكو الشري مغدشا اي سو ساري إن اي كل دبت بادة دا قران كود واقين ايا هدان وحا لغا ديهان كاري إن اي او ديار قروب ايان كلان كبريد رئيس الوزارة روبلو كوهرتاق ايو بارلوان كاسلامر كاسين الله شيغي إن اسنين تيلا صودا في بقول نرعاد لغو سودادي لكن هادا وحي شيغان النفط دو باقيان هوب كودان ايقاد دونان وحا او يري حي لبانك وهاد لي نوح نوح دا صوب بحيسة ايا اهد ان كولان كبريت محمد حسين روبلو او بار لبانك كعود سان دونو مد كرر سي لبصونا اهي تاسين ان مرنبا لو انقلان دونين حلبان مهد سلا دو او قلب تا اخري ور صحافدهد كاي سو سارين حبنها اقل كسر ايو قلها شعب كترسان او شري اين اي كدigين مدى كرور سي لو سمين ايو مدحوين فرماجو وحي حلبان دكو قوديين اين اي حب نفتو دا كو دفاعان اي لقالي دونان بار لبان كهدي ان لجوجين وحي اسنين تي سو دعي او كالي تاسي او رق بستولة وطا اي كو سو داتين بار لبان كفدرال كسوما علي ريز الوزارن روبل وطي سيكستبها اهاتي بررت مرد عيسو ان عيد مدر عادها الى لصوغل لكن نفتو دو بقيان اسلامر كاسين اي دفاع دونان حلبان بدن او كتيرسان لبدا غول اي بارلمانكا ايا كلن حساسي اوغو سوداي سونا غبو غوباي هوتيل جزيره وخينا كو دواقين غول اي اوغو مغاع دارين كودلدا بدبادين تا قرانكا خلي حالكا دالكا او مريو ميل ادو عكران حلبان داني او بدن كو سي توسا او معارضي جري مدحوينا فرماجو ايا شيغي ان مرنبا ايسن اخبلي دونين كوردينتا لو سمينايو مدخدا او وقتيغودو دمااداي حلبان ما سلادو كميداي حلباندي كو شيرسنا هوتيل جزيره ايا شيغي ان محمد عبد الله فرماجو او لميد ياهي مدحوينيا شي هره اي دالك مادام او دمادي مدي حليدكي سي دستوري غايهد وحا او عربكو كواتكي ان حلبانة دو قيبتك ياهي ان اي كشاقين دونان سيدي ماشا لوغ ساري لها قرشا او رئيس الوزاري روبل مدكورنين كاغا رادين ايو بارلوان كا او هرتاكي دونو مالين تبريتاهي كدلاد دان لوغو دواقي مقالة دو مقدشا اي كو مديسين يهين حلبانة بدن او كاترسن بارلوان كا ايا وحي لف لونغشي كون نقون دونان دمع مدحوين فرماجو او مدي حليدكي سي دمادي sikastaba waxaa laga dayrinayaa xaaladda dalka oo maraysa meel xasaasi ah iyadoo uu dhamaaday muddo xileedkii madaxweynaha xilli aan wali heshiis rasmi ah laga gaarin hanaanka doorashada lamana oga sida ay wax u dhici doonaan maalmaha soo socda dhinaca kale xuk xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo damacsan inuu biri baarlamaanka u gudbiyo qorshe isugu jira muddo kordhin iyo boqolkii maalmood uu xilka hayay رئيس الوزراء حلك سيها يأي سوماليا محمد حسين روبل ايا قرشين ايا انو بري بارلمان كهرقي ايا قرشي ياب له او كاكوبان نوع دورو شاو عصوب ايا مدكورين اسلا الصعودة سيدا اي اوغاتي عالن سيدا ميديا حلبان الدور ايا ورباهين تاو شيغي ان روبل او بري كبالانسان قولها شعب كا او سو جيدين دونا ان لغو لابتو هنان كي دورو شادا اي هوري لوغو ديدي مدحوين فرماجا او اها دورو شاقو في عوداهي او كاد عيسا هل ديگان دورو شا islamar ka sena mid kalliis ka xiran oo ah doorashada halka deegan ayaa ah mid qof iyo cod ahay balse cod bixiyayaasha kooban yihiin oo ay yihiin kaliya ilaa dhowr kun oo qofood oo matalaya dhammaan shacabka oo dhan kuwaasi oo la isugu keenayo hal deegan doorasho kadibna ay cod ka dhiibanayaan qorshaha Roble ayaa ah inuu ku doodo in maadaama doorashadii kale lagu heshiin waayey middaan la qaato si loo fuliyana ay u baahan tahay waqti dheeri ahay oo ilaa laba sano ahay ajantaha baarlamaanka ee bari kuma jirto ka hadalka qudbad kordhinta balse xilibanada la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in la doonayo in lagu soo geliyo qaab su'aal weydiin ah kadibna lagu meel mariyo gacantaag degdeg ah taasi haday dhacdana ay noqon doonto bilowgii qalalaasaha dalka Soomaaliya dhanka kale xilibana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka kuwaasi oo ka soo horjeeda xukuumadda oo waqtigeeda dhamaaday ee madaxweyne Farmaajo ayaa wadi abaabul ka soo horjeeda inay birta arintaasi ka hortagaan isla markaasina dhabarka u dhigaan wax walba oo yimaado arintani ayaa waxaa sidoo kale lagu wargeliyay beesha caalamka waxaana suuragal ahay inay degdeg ula hadlaan mursal ayaga uga digaya inuu qaato tallaabo noocan oo kale ah dhanka kale beesha caalamka ayaa dhowr jeer sheegtay inaysan koox gaar ah samaysan waddo ay iyadu faa'iido ku qabto isla markaasina ay madaxda siyaasadda isku yimaadaan si ay ugu heshiiyaan arrimaha doorashooyinka
سيكس تبها أهاتي لما أغا بريتا واحد عدوني إيا قرشاها دبتا آيا في الصومالي ودكسيهين سيكس تبها أهاتي تمبر بلاف آيا كجور تور ريز الوزارة روبلي بريتا وحو كييرا دايان أركينا فضلنا لجوغ أو ورركينا حيغا سيوين أداو أو ورركينا حيغا سيفا في أو لايك تسار وسبسكراب كسار حدي أدنوغ عصب تايسي أدو هشيت ورر حقيقة أو كسليسان أو وطمو قالو إيا سورو تاسي أو كترجم إيا ورركينا حقيقيهين إسلام ركاسين وركستا أو أنصو سارنو ما دام موقال إيا سورو أو وطشير كاسي إيا قرالة إيسو بحينا حقيقيهين كحيرنا وعلى سيدة ميديا وإيشكو هاي فضلا دب أدا ورركيني هوري إيا على سيدة ميديا حوق حساسية برنامبح قل قلي مقالة مقدشة اللوغونا سوهر جيدة مدحويني هوري سوماليا مدانة محمد عبدالله فرماجي إسلام ركاسين سيوين الروحي مقالة مقدشة برنامبح لوغو سوهر جيدة محمد عبدالله فرماجو أيا كدعي مقالة مقدشة وحينا دالبادين إن او حلقة كدقو دادكي برنامبح ياشا أيا سيدا سييري هدي او كجوابي وايو وحا ان دي دان نهاي اي أحمد كرارسي إنان مدح تويدا اوغو قلي دونو كدبنا لوقت سوقبان دونو أيا دادكاسي كوهان جبين إسلام ركاسين خرق اوديال اهواوين أيا هقامين أيا dadyo isku soo baxay ilaa galabta muqdisho ka dhigay dibad bax xoogan oo looga soo horjeeda madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdi ilaah farmaajo qaar kamid ah dadka isku soo baxa sameeyay ayaa waxa laga dareemay kooxda loo yaqaan barbaarta gaashaaman oo sita agabka ay u adeegsadaan isla markaasina ayagoo si nabdoon u banaanbaxayeen waxay ku qeylinayeen erayo ka dhan ah madaxweynihii xilkiisii ka dhamaaday iyagoo ku dhawaaqay farmaajo mar rabno xilligii aad lahayd uu dhamaaday ee fadlan nadaaf wararka ayaa sheegaya in banaanbaxayaashaasi ay soo adeegsadeen ama soo abaabuleen musharaxiinta mucaaradka iyo dad ayaga iskood isku soo xilqaamay sidoo kale boorarka ay wateen ayaa waxaa ku qornay muqdisho dagaal dooni mayso madaxweyne farmaajo xilkaadi waa uu ka dhamaaday fadla in nadaaf muddo kororsi dooni mayno dhinaca kale midowga yurub oo digniin ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ururka midowga yurub ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka taagan doorashada 2022-ka midowga yurub ayaa marka hore ka digay dib u dhac ku yimaada doorashooyinka dalka oo uu weli ka taagan yahay muran xoogan iyadoona lagu kala tagay wadahadalladii u dambeeyay ee ka socday dhuusamareeb joosebo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowga yurub ayaa ugu baaqay madaxda soomaalida inay heshiis rasmi ay ka gaaraan khilaafka ka jira dalka isaga oo tilmaamay haddii uu sii socdo inuu halis ku keeni karo xasiloonida soomaaliya wax kasta oo isbarbar socda ama qayb ka ah howlaha loo xil saaray hay-adda doorashooyinka oo aan ahayn farsamo ahaan waxaa loo qaadan doonaa dib u dhac xoog leh ayuu yidhi joosef sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya doorashooyinka inay xal u raadiyaan ismariwaaga u dhexeeya si loo qabto doorasho loo wada dhan yahay oo raalli laysaga yahay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli beesha caalamka ay waddo dadaalkeeda ku aadan doorashada 2022-ka waxaana socdo qorsho la isugu keenayo madaxda dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si looga wada hadlo doorashooyinka qaranka islamarkaasina dalka u xasilooni noqdo farmaajo ayaa ilaa iminka la hadlin bulshada soomaaliyeed asigoona weli ku sugan filla soomaaliya halka xukuumadda ay sheegtay in uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee sii joogi doona xilka inta laga helayo kii bedeli lahaa ama asiga uu soo laaban lahaa dhinaca kale khilaaf soo kale dhexgalay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo kan beledweyne oo xilkii laga qaaday muran xooggan ayaa ka taagan magaalada beledweyne waxaa soo baxay khilaaf xooggan oo soo kale dhexgalay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayti cismaan iyo guddoomiyaha degmada beledweyne kaas oo maanta si weyn looga dareemayo magaalada beledweyne kadib markii xilkii laga qaaday guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa maanta shaqo joojin ku sameeyey guddoomiyaha degmada beledweyne oo u jeediyey eedeyn ka mid ah in uu isbaaro dhigtay guddoomiyaha degmada beledweyne ayaa dhankiisa sheegay in uusan shaqo ka joojin karin guddoomiyaha gobolka isaga oo dhankiisa u jeediyey eedeyn kala duwan wararka la helaya ayaa sheegaya in khilaafka uu salka ku hayo xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha xaafadda beledweyne islamarkaasina sidaasi khilaafka uu ku yimid si kastaba ha ahaatee beledweyne ayaa xaalad cakirin ay ka jirtaa tan iyo markii hirshabeelle loo doortay madaxweyne cali guudlaawe islamarkaasina shacabka beledweyne aysan ogoleen in cali guudlaawe uu yimaado magaalada beledweyne calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskraib saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid